موجودة قنصلية إلى حان إعلان إذا ما الدولة بقيت إذا ما بقيت سفارة. القنصلية هذا الذي تريد أن ترمي إليه. الآن يتحدثون عن حل آخر لفلسطين. هذا الحل لا يشمل مدينة القدس. يريدون أن يجعلوا من مدينة القدس أممية تسيطر عليها الأمم المتحدة، وبالتالي وتخرج من سيطرة إسرائيل وتخرج من سيطرة العرب وإسرائيل طبعا. طيب، لكن هي عبارة عن شكليات. الآن انتقلنا إلى الحديث عن قدس داخل الأسوار وليس عن قدس. الآن أنا ما ذكرته في البداية. ما ذكرته في البداية. القدس ما بين طبعا أي قدس تحدث معه عشان أي قدس تحدث. نعم. القدس الشرقية تم منع البناء فيها وتفريغها من سكانها. يا سيدي العزيز على راس والعين. ولكن ما هو وتم إحاطتها بال ما خليك معي. ما تقدرش تقول بالعمومية. ما خليك معي. خليك فكرتك يا سيدي مسموح بالمقاطعة. خليك معي. أنا على راسي قاطع زي ما بده، لكن أنا بقول كالتالي. لا يمكن أن تقوم دولتين كما يريدون بعاصمة موحدة بينهم شرقيا وغربيا. فلتكن عاصمتين يا سيدي. بس هذا التكليف نحن نرضى بالدولة العربية عاصمة القدس الشرقية. أو دقيقة وين مؤتمر السودان؟ أنا بدأ لا بالمئات الثلاثة. ما خليك معي. وين مؤتمر فاس؟ لا علاقة. خليك معي ما بدي أجابه. ومؤتمر الرباط ما علاقة المؤتمرات بهذا الموضوع يا سيدي. بماذا تنازلت إسرائيل؟ وبماذا تنزلنا؟ ولا شيء. أخذت كل اللي بدها اياه وزيادة، وإحنا بقينا يعني نسينا سؤال واضح. هل المواطن العربي مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية؟ قال الشاعر نعم أم لا؟ يا دقيقة. يقول الشاعر أيهم الشاتو شكل السكين؟ يا سيدي العزيز شو بدها تفرق؟ لكن دقيقة خليك معي، بدي أوصلك لكلمة. الآن الحلول لا تفرض من الدول العربية ولا تأتي من منظمة التحرير، تأتينا جاهزة. أملي على الأمة العربية بلاءات ثلاث، وما زلنا نعيش هذه اللاءات. والآن علينا لاءات مش ثلاث، هلأ علينا الخضوع والخنوع. نعم. للقرارات الجديدة. من منا يستطيع أن يقول للبيت الأبيض لا؟ بس أنت بعدت عن فكرة. ما بعدت. ابقى داخل الموضوع. نتحدث عن القدس الشرقية. خلي يا دكتور. بدي تحلل لي بس.